بتسأل بتقول أنا زوجة تزوجت زوجي في بداية حياته، وكانت ظروفه المادية قليلة جدا، صبرت معاه وكنت بشتغل وبعمل جمعيات عشان ظروفنا المادية تتحسن. كتر خيرها. وبعد 18 سنة جواز اتفاجئت انه اتجوز عليا، فطلبت منه الطلاق، فرد عليا بالحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس منها فحرام عليها رائحة الجنة. أنا بأسي نفسي، هي بتقول كده لحضرتك، ومش قادرة أتحمل، فهل يجوز لي أن أنا أطلب الطلاق؟ لا، والحقيقة عمر ما كان رغبة الزوج في الزواج بثانية أو زواجه بثانية سببا شرعيا مقبولا لطلب الطلاق على الاطلاق، لانه ما عملش حاجه حرام يا بنت الناس الطيبين، ولانه حقه الشرعي اللي ربنا اباحه له، ولانه اللي قال لك ان دي خيانه وان ده نكير لعشره وانه كده لازم تطلقي عرف خاطئ موروث اجتماعي وليس دينيا وليس صحيحا. ربنا اللي خلق الرجال وخلق النساء وعارف طبائعهم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي اجاز للراجل انه يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. طب مش برضه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوني في فاطمه لما اراد سيدنا علي الزواج؟ هذا موقف شخصي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو فاطمه، لكنه ليس موقفا تشريعيا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتجوز عدد من النساء، وسيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة تزوج عددا من النساء، والسيدة فاطمة بنت النبي سيدنا علي أكرمها وأكرم أباها، وما فيش شك يعني ما حدش بينكر أنه لما يتجوز على مراته بتتضايق، أن ده في ضرر وإيذاء نفسي، تمام؟ لكن الشرع يعلم أن المصلحة، مصلحة الأمة، مصلحة المجتمع في التعدد أكبر من الضرر الفردي الشخصي اللي هتتحمليه بعض الوقت. واللي الشرع بيقول لك تأقلمي عليه واقبلي به، وليس في ذلك ظلم لك. لو الراجل متدين ويعرف ربنا كويس مش هتحسي ان حقك ضاع ولا حاجه، وهواجس شيطان الاعمال يقول لك انه كده خانك وانه كده باع العشره وشوفي عملتي معاه ايه وشوفي كان جزاؤه ايه، وما ارتكبش جريمه. لدرجه ان مجتمعاتنا اقنعتنا بايه تسنيم؟ بانه والله لو مش معاهده في الحرام اسمحيها، اقبليها، عديها، عديها له، دي نزوه وتروح لحالة. انما لو اتجوز عليك اطلب الطلاق على طول، معايير معكوسه طبعا بدون شك، تمام؟ ثم انه ترتب عليها ايه بقى؟ يعني في دول يا تسنيم منع التعدد بقوانينها، معظم دول اوروبا كده، لا لا دول مسلمه ما زال قانون فيها بيحظر التعدد زي هنا. ايه النتيجه اللي وصلنا لها؟ ان بقى عندك ملايين البنات اللي تجاوزوا سن الزواج بكتير دون زواج. فالمجتمع في مجموعه جرى له ايه؟ خسر وصنعت له ازمه ضخمه، ازمه هائله. فالإسلام لما بيشرع حاجة فيها ضرر جزئي تيقني إنه قصادها في مصلحة كبيرة، تمام؟ فآه كل واحدة عايزة تستأثر بجوزها، تمام؟ طب في ستات ويجي في الآخر بقى المجتمع كله في مكوناته كده في مجموعة يدفع الثمن. هو ربنا هيحل حاجة للناس وهي غلط مثلا؟ لا أكيد. وفيها ضرر؟ حاشاه. فتروح قايل له بقى وحضرتك بقى عملت الإسلام كله وجات على دي يعني؟ مثلا ده برضه يعني هو طبق السنه كلها دكتور حيتم ومبقاش الا دي. احنا مش بنقول لانها سنه، هي مش سنه، هي مباح. سنه يعني لها فضيله، التعدد له فضيله، التعدد ملوش فضيله. اللي يتجوز واحده زي اللي يتجوز اثنين زي اللي يتجوز ثلاثه كله هذا مباح متساوي، مباح. اجاز الاسلام كل هذه الصور، لكن مش من حق حد يمنع المباح. مش من حق تقول له لا يمكن تتجوز. يعني قريبا كان عقد احد الشباب طلاب العلم الاتراك هنا، فبيقول لي بيستشيرني، الشرع عجيبة جدا حقيقة، لعله يسمعني الآن. وقال أنا خطيبتي اشترطت علي في اتفاقنا أن أتنازل عن حقي في الحور العين. طب أنا أفهم في الدنيا لكن في الآخر. واليوم القيامة لما ندخل الجنة ما يبقاش فيه غيري برضه. فقلت له يا ابني إيه الجبروت ده يعني؟ يعني طب في الدنيا ممكن دكتور، فما ممكن تكون بتحبه جدا لدرجة إنها عايزة تتمسك بيه دنيا وآخرة. يا ستي في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل، خلاص ما فيش شغل الغيرة والقلق والكلام ده كله. لكن يقينا الإسلام لما أباح التعدد أباحه لمصالح عليا في المجتمع، أباحه بنظر إلى مجموع الناس، إلى حالة الأمة كلها، وعارف الإسلام يقينا أن في مفسدة جزئية، ضرر جزئي بالنسبة للمرأة، وقال لها معلش اتحمليه واحتسي بذلك عند الله عز وجل، وإن شاء الله ربنا يبارك لك في الدنيا والآخرة.